الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. اليوم 14 من شهر رمضان المبارك، في مثل هذا اليوم يستعد البيت النبوي لاستقبال أول حفيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأول ابن لفاطمة وعلي بن أبي طالب، ألا وهو الإمام الحسن عليه السلام، وذلك في السنة الثالثة للهجرة، وقيل في السنة الثانية للهجرة. فنبارك لكم هذا اليوم الأغر، هذا اليوم السعيد، إن شاء الله يكون يوم عيد لنا ويوم سرور. لازلنا أيها الإخوة نعيش كلمات الإمام السجاد عليه السلام: اللهم وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. هذه الكلمات التي تبطن معارف كثيرة، ألا وهي معارف أهل البيت عليهم السلام التي لا حد لها ولا حدود. و من توفيقات الله تبارك وتعالى أن أنعم علينا في غوص في هذه الكلمات، مستخرجين منها اللآلئ والعقود والمرجان، فيها الكنوز وفيها العلوم. ذكرنا يوم أمس حول النطق، وبينا كيف يتحول الهواء إلى موجات صوتية، وكيف تتحول هذه الموجات من خلال الجينات الوراثية إلى كلمات مفيدة، إلى قصيدة، إلى محاضرة علمية، إلى نصيحة، وإلى حوار. فأنا الآن أمامكم، الله يعلم كم من عمليات فيزيائية فسيولوجية تتفاعل في جسم الخطيب لتحول الهواء الموجود في الرئتين إلى الحنجرة وبتوجيه من القصبات، وكيف هذا الهواء يتحول إلى حروف وإلى كلمات من خلال الموجات المغناطيسية القادمة من الدماغ إلى الأوتار الصوتية، فهذه الأوتار تتحرك بشكل دقيق جدا ومحسوب حساب دقيق على أثر هذا الهواء الصادر من الرئتين. ثم بعد ذلك كيف تدخل الأجزاء الأخرى في النطق لتشارك الحبال الصوتية، لتشاركه في إخراج الحروف، لتحول الهواء الذي لا مفهوم له تحوله إلى كلمات وإلى أنغام وإلى أصوات مختلفة، فيها العلم، فيها التقوى، في كل شيء. فنجد من طرف الأسنان تشارك
الحبال الصوتية، ومن جانب آخر الشفتان، ومن جانب آخر اللهات، لسان المزمار الذي يستقر في نهاية الحلق، واللسان أيضا ومن خلال العضلات التي ترتبط به 17 عضلة. كل هذه الأجهزة تتحرك لصنع الكلام. هذا الكلام الذي الآن أتحدث به، الله يعلم كم من الجهد الكبير الذي تبذله هذه الأجزاء التي ذكرناها، الرئتين، الحنجرة، حتى يكون الكلام مسموعا. لكن هذا ليست كل الحقيقة. الحقيقة الأهم، كيف يتحول هذا الصوت إلى كلمات منسقة مرتبة منتظمة، والكلمات إلى جمل، والجمل إلى عبارات، ثم إلى خطاب، ثم إلى شعر. هذا هي الحقيقة المهمة، هذه المعجزة الكبرى التي لم يستطع الإنسان حتى يومنا هذا إدراك مغزى ما يجري، وكيف تتحول هذه الكلمات إلى خطاب وإلى نطق. لكن حتى يومنا هذا بعض المعلومات التي استطاع العلم الحديث أن يكتشفها، ذكرنا قسما منها بالأمس، أن هناك جينات على الـ RNA تسمى بفوكس بي 2، هذه الجينات هي المسؤولة عن النطق، وأي خلل في هذه الجينات يؤثر على نطق الإنسان. لكن هذا أيضا لا يكفي، هناك أيها الإخوة، هناك جزء من المخ وهو الفص الأمامي، هذا الجزء هو المسؤول عن ترتيب هذه الكلمات، عن استرجاع هذه الكلمات ونظمها، وهذا الفص هو المسؤول عن كل هذه الأجزاء التي ذكرناها. هذا الفص أو هذا المكان من الدماغ هو الذي يقود هذه العملية، عملية النطق، وليس فقط عملية النطق بل يقود كل شيء. طبعا الإنسان قادر، كيف اكتشفوا ذلك؟ أن الإنسان عنده قدرة على ترتيب هذه الأمور في عدة تجارب قاموا بها، أثبتوا أن الإنسان له قدرة. هناك عضو في جسمه، في بدنه، هو الذي يرتب هذه الكلمات. على سبيل المثال، أعطوا مجموعة من الكلمات عشوائية، مثلا باب، رجل، بسمار، حائط، مجموعة كلمات أعطوا إلى بعض الأشخاص وطلبوا منهم أن يحفظوا هذه الكلمات. طبعا من الصعب جدا حفظ الكلمات إذا كانت عشوائية، ليس من السهل. فحاول كل واحد من هؤلاء أن يحفظ هذه الكلمات بصورة منسقة، البعض عمل منها جملة مفيدة، البعض عمل منها جمل مفيدة، كلمتين كلمتين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل أن هناك جزء في جسم الإنسان، هذا الجزء هو الذي ينظم هذه الأمور، وهو الذي يقود العملية، وهو هذا الفص. وتم اكتشاف حقيقة هذا الجزء من المخ، تم اكتشافه في سنة 1842. كيف تم اكتشافه؟ عامل
يعمل في السكك الحديدية، وقد سقط على رأسه عمودا من حديد، وجاءت الضربة في مقدمة المخ هنا في الجبهة، وأثر هذا العمود في المخ، أثر فيه، طبعا عولج لكن مع تلف، حدث تلف في مقدمة المخ في هذا الفص الأمامي. عالجوه وطلع من المستشفى، لكن وجدوا عليه أمور غريبة، وجدوا أن سلوكه كله تغير. هذا الإنسان الذي نال هذه الضربة أصبح إنسانا آخر، كل أمور حياته تغيرت وتبدلت بسبب هذه الضربة، أو بالأحرى بسبب تأثر هذا الجزء من المخ الفص. فاكتشف العلماء من هذه الحالة المرضية، اكتشفوا أن هذا المكان اللي هو الفص الأمامي من المخ هو المسؤول عن سلوك الإنسان، هو المسؤول عن طريقته في الحياة، هو الذي يصدر الأوامر إلى كل جوارح الإنسان، سواء كان جوارح الظاهرة أو الداخلية، أعضاء الداخلية بالأمور كلها. فاكتشفوا هذا الجزء هو المسؤول عن سلوك الإنسان، مسؤول عن نطقه، عن كلامه، عن ثقافته، عن فكره، كل شيء. وهذا الجزء هو ما يسمى في المصطلح القرآني بالناصية. الناصية هذا المكان الذي هو مركز كل شيء، مركز قيادة الإنسان، يسمى بالناصية. وقد ورد في القرآن الكريم: وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. هذه الناصية. لماذا الناصية؟ لأنه مركز القيادة في جسم الإنسان، وقد اكتشف العلم الحديث ذلك. وفي هذا الفص، في هذا الجزء تتجمع الكلمات والخبرات، وتنتظم هذه الكلمات لتخرج الخبرة القديمة مع الخبرة الحديثة، يكون هناك تحليل ورؤية، كلها موجودة عمليا في هذا الجزء. لذا في الدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، يعني القيادة، قيادة الإنسان هنا في الناصية في الجبهة، والله تبارك وتعالى يقود البشرية من خلال هذا المركز، مركز التوجيه البشري، خلنا نسمي مركز التوجيه البشري والقيادة الإلهية. ولذا ناصيتي بيدك، بيد الله تبارك وتعالى، هذا المركز التوجيهي. وقد ورد في القرآن الكريم عن أبي جهل الآية الكريمة: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. هذا ناصية أبي جهل، كاذبة خاطئة. إذن الكذب والصدق والرؤية والفكر وكل شيء من هنا، من الناصية. وطبعا من عجائب الأمور، لم تستطع البشرية
أن تكتشف دور هذه الناصية أو هذا المكان إلا في سنة 1842 كما قلنا. ولكن حتى يومنا هذا لا زال هذا الموضوع لغزا، لم يتمكن العلماء أن يكتشفوا كيف يتحول النطق إلى بيان، كيف تتجمع الخبرات القديمة مع الخبرات الحديثة، الكلمات القديمة مع الكلمات الحديثة، وكيف يستطيع الإنسان أن يوجه الأمور من خلال هذا المكان الذي هو الناصية. وهذا في القرآن الكريم يعني إشارة واضحة إلى ما عجز عنه الإنسان، إلى ما عجز عنه. والقرآن كله هكذا أيها الإخوة حقيقة. أنا أتمنى على الإخوة الذين يقرؤون القرآن أن يقرؤوه بتدبر، أن لا يقرؤوه قراءة فواتح. عندما يقرأ الآية القرآنية ليتأمل ما ورد في القرآن. وهناك بعض القرائن، بعض المصاحف فيها معاني بعض الكلمات، ويا ليت للأخوة أن يستفيدوا من هذه المصاحف، أن يشتروا هذه المصاحف ويضعوها في البيت. عندما يأتي إلى كلمة لنسفعا يفهم معناها من خلال المصحف، في المصحف هناك إشارة إلى ذلك. فالقرآن معجزة، ليس فقط معجزة في سنة 622 ميلادي، القرآن كان معجزة واليوم هو معجزة، وسيبقى القرآن معجزة. ويستطيع الإنسان والبشرية أن تستخرج من القرآن العلوم والعلوم. من هنا نجد الإمام السجاد: اللهم وأنطقني بالهدى. النطق لا يتحول إلى كلام إلا عبر الناصية، والناصية كما ذكرنا مركز القيادة، مركز قيادة البشر. فلا بد أن يهتدي الإنسان أولا، ويكون طريقا للهداية. لاحظوا الله تبارك وتعالى خطابه إلى البشر من خلال أفراد، يعني الله تبارك وتعالى لم يتصل مباشرة بالبشر إلا في موردين أو ثلاث. حتى مع النبي الأكرم كان هناك واسطة وهو جبرائيل، وحتى هذا الارتباط يتم بين الله تبارك وتعالى كخالق وبين المخلوقين الذين هم لا عدد لهم ولا يحصون بالمليارات. كم خلق الله من البشر من عهد آدم إلى يومنا هذا؟ عدد لا حد له، لا يحصى هذا العدد. فالارتباط هكذا، الارتباط ارتباط الله بالمؤمن هو بالإلهام. سنأتي إن شاء الله يوم غد لنشرح الفقرة الثانية والهمن التقوى. الإلهام، الإلهام هو خط الارتباط بالإنسان. الله تبارك وتعالى يرتبط بالبشر بطريقين: طريق الوحي وهو من مختصات الأنبياء، وطريق الإلهام وهو من مختصات المؤمنين وحتى غير المؤمنين. بعض ربما عندما نأتي إلى الحديث حول الإلهام ممكن أي إنسان الله يلهمه لعمل الخير. إذا تم هذا الارتباط
هناك ارتباط ثاني وهو ارتباط الإنسان بأخيه الإنسان، ارتباط المؤمن بغير المؤمن، ارتباط النبي بالقاعدة. كيف يتم هذا الارتباط؟ وأنطقني بالنطق. فإذن النطق هو وسيلة الارتباط مع الناس، ووسيلتي للارتباط مع الله هو إلهام. بهذه الطريقة تتم هذه الحلقة، حلقة الهداية التي سنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله يوم غد، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.